السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الأستاذ عصام القطامي، حياك الله. حياك الله أستاذ، يا مرحبا سطة. نريد منك بيت شعري بالمقامات السبعة. المقامات الصوتية هي صنعة بسحرك، يعني مثلا الرست البيات الكذا. أيوة. تبدأ تحب نبدأ بأي مقام؟ نبدأ من مقام الرست. مقام الرست مثلا نختار وليد الهدى فالكائنات تضيع. بسم الله. ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. بالنسبة للمقام البيات، ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. الله عليك يا أستاذ عصام. مقام حجاز. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. الله عليك يا أستاذ عصام. نريد منك أن تسمعنا للمقام، مقام صبا. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. بالنسبة لمقام عجم، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. يا سلام يا سلام يا سلام. وصلنا مقاربا إلى مقام، إلى مقام نهاون. نهاون. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. وبالنسبة لمقام سيكا، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ما شاء الله تبارك الله. أستاذ عصام، نحييك على هذه الحلقة الجميلة، نشكرك ونتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا لك أستاذ طه، أتمنى لك كل الخير كل التوفيق، وأنا سعيد ومسرور بهذه الجلسة الطيبة معك. ربي يسعدك، موفق إن شاء الله. في أمان الله.